السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، نحن اليوم مع رائعة من روائع عنترة بن شداد. قال عنترة: يا طائر البان قد هيجت أشجاني وزدتني طربا، يا طائر البان إن كنت تندب إلفا قد فجعت به، فقد شجاك الذي بالبين أشجاج. زدني من النوح واسعدني على حزني، حتى ترى عجبا من فيض أجفاني. وقف لتنظر ما بي، لا تكن عجلا، واحذر لنفسك من أنفاس نيراني. وطر لعلك في أرض الحجاز ترى ركبا على عالج أو دون نعماني. يسري بجارية تنهل أدمعها شوقا إلى وطن نائم وجيراني. ناشدتك الله يا طير الحمام إذا رأيت يوما حمول القوم فنعاني، وقل طريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني. هذه الأشواق وهذا الحب وتلك الأحاسيس تنفسها فؤاد عنترة بن شداد، وحش بني عبس، فارس العرب وصنديد المعارك وأسد الحروب. ما أطهرها من دموع، وما أرقها من مشاعر، وما أحلاها من أوجاع. فهكذا تحيا القلوب بروح الحب، وتتنفس الأفئدة بأنسام الشوق وشهد المشاعر والأحاسيس. جزاكم الله خيرا وطيب أيامكم. كان معكم أشرف حامد إبراهيم، وفي أمان الله.